اعتزانا قرر اسال الله وقاتل بكل خير. اهلا وسهلا بكم في المنصة التربوية في حماة لنتابع في منهاج مادة الفلسفة الثالث الثانوي الشرعي الادبي. معكم المدرس عبد القادر الهواري من ثانوية الخرطوم التربية حماة. يشاركني في درس اليوم الطالبات، نتعرف عليكم، تفضلي. هلا جقيني. طالبة شهد عكاش. آية خرفان. إيمان حداد. علياء صمصام. تسيم قشاش. أهلا وسهلا بكم. نتابع اليوم في الوحدة السادسة الفصل الأول لمادة الفلسفة في الثالث الثانوي الأدبي والشرعي. اليوم نتكلم عن النزعة الأخلاقية عند عادل العوض. فيلسوفنا اليوم هو الدكتور عادل العوض، وفيلسوف من سوريا. اختص في مجال الأخلاق، تحدث لنا عن القيمة الأخلاقية، فسرها، بيّن مصادرها ومصادر الإلزامات الأخلاقية والواجبة. كانت فلسفته من أهم الفلسفات في الفكر العربي المعاصر. نتعرف على أفكاره في درسنا اليوم. يقول لنا لامونيه حول الأخلاق كمبحث مهم، يقول: الأخلاق نبتة جذورها في السماء وأزهارها وثمارها تعطر الأرض. القيم الأخلاقية كما هي القيم عند أفلاطون موجودة وكأنما في عالم مفارق، في عالم علوي، تنعكس على الأرض وتعطرها وتزينها، وهكذا هي الأخلاق. الأخلاق هي قيم عليا انعكاساتها على الواقع تزين هذا الواقع وتجعله أجمل. على هذا الأساس نبدأ درسنا اليوم الذي نتحدث فيه عن مفهوم القيمة الأخلاقية. القيمة الأخلاقية سابقا في النظرة المدرسية عند الفلاسفة المدرسيين كانت تعني علم الخير. الأخلاق دائما عند المدرسيين كانت ترتبط بالخير، يعني موضوع الأخلاق هو قيمة الخير. بينما في النظرة الجديدة تغير المفهوم، فأصبحت الأخلاق هي علم القيم أو فلسفة القيم. إذا ما تساءلنا صح أو خطأ، الأخلاق في النظرة المدرسية هي فلسفة القيم، نقول الإجابة خطأ. في النظرة المدرسية الأخلاق هي علم الخير، بينما في النظرة الجديدة هي علم القيم أو فلسفة القيم. ما هي الأخلاق بالتعريف؟ ما هو تعريف القيمة الأخلاقية؟ هي مشكلة فلسفية تتناول المبادئ المثالية والقواعد والغايات الإنسانية الموجهة للسلوك الإنساني. الأخلاق طلابنا هو علم عملي تطبيقي، وبالتالي لكن في آلية التطبيق وقعنا في إشكالية ما هي القيمة الأخلاقية. إذا ربطناها بالخير هناك اختلاف في تحديد ماهية الخير، لذلك قلنا أنها مشكلة فلسفية، لأن الفلاسفة لم يتفقوا على مسألة واحدة أنه هذا هو الخير، هذه هي القيمة الأخلاقية. فظهرت عبر العصور وعبر اختلاف التيارات الفلسفية والفلاسفة يعني اتجاهات متعددة لتحديد ماهية القيمة الأخلاقية، لذلك نقول هي مشكلة فلسفية. فإذا القيمة الأخلاقية هي مشكلة فلسفية تتناول المبادئ المثالية والقواعد والغايات الإنسانية الموجهة للسلوك الإنساني. في إشكال في تعريف؟ إذا لماذا قلنا هي مشكلة؟ لأنه لا يوجد تحديد واضح لها. ما غاية الأخلاق؟ الموجه سلوكنا، يعني افعل ولا تفعل، وبالتالي هي دائما حالة توجيهية لسلوك الإنسان. بعد ذلك يقول لنا أن القيمة الأخلاقية تجذبنا وتلزمنا دون أن ترغمنا. لماذا؟ علل ذلك. لأنها لا تنفي الحرية بل تفترضها. الفعل الأخلاقي يرتبط بالحرية. الفعل الذي لا تقوم به بحريتك المطلقة لا يصنف ضمن الأفعال
الأخلاقية، عندما تساعد الآخرين عليك أن تساعد الآخرين بإرادتك بحريتك المطلقة ولست مجبرا. فالأخلاق تجذبنا لكنها لا تجبرنا. لماذا؟ لأنها لا تنفي الحرية، هي تفترضها. إذن هذه هي الفكرة العامة حول مفهوم القيمة الأخلاقية. من يعرف لنا القيمة الأخلاقية؟ من يعرف لنا القيمة الأخلاقية؟ تفضلي. هي مشكلة فلسفية تتناول المبادئ المثالية والقواعد والغايات الإنسانية الموجهة للسلوك الإنساني. أحسنت. بعد ذلك نقول بأن الأخلاق بالمجمل منها النظرية ومنها العملية. اتفقنا أن الأخلاق علم تطبيقي، علم عملي، لكن أي عمل يحتاج إلى القاعدة الأخلاقية التي أقوم بها. علي أن أعرف لماذا أنا يطلب مني أن أقوم بذلك. عندما تطلب مني أن أقوم بعمل أخلاقي عليك أن تفسر لي لماذا علي أن أقوم بذلك. فإذا قبل التطبيق هناك الأخلاق النظرية التي تعنى بتبيان المبدأ العام الذي تصدر عنه الالتزامات الجزئية. موضوع الفكرة العامة، الفكرة العامة للأخلاق، المبدأ العام هو واحد عند كل الناس، لكن آليات التطبيق جزئية من مجتمع إلى آخر ومن زمنية إلى أخرى. فكل قاعدة أخلاقية علينا أن نطبقها. قبل أن نطبقها عليك أن تفسر لي لماذا علي أساعد الآخرين، لماذا علي أن أفعل ذلك، لماذا علي أن أتجنب ذلك. فهناك تفسير، لأن الإنسان لا يقوم بفعل بملء إرادته إلا بعد أن يفسر له ويوضح ويقوم بعد ذلك بفعله. فإذا الأخلاق النظرية تفسر لي لماذا علي أن أقوم بفعل ولماذا علي أن أتجنب فعل. فبالتالي هذه الأخلاق النظرية هي أخلاق تفسيرية ومنهجية تسعى لإيضاح مختلف الواجبات الأخلاقية. يعني هي تفسر لي لماذا علي أن أقوم بعمل ما، لماذا علي أن أتجنب فعل ما، ما المنهج المطلوب لذلك. تفسر وتوضح مختلف الواجبات الأخلاقية المفروضة على الشخص. إذن الأخلاق النظرية غايتها أن تبين المبدأ العام الذي تصدر عنه الالتزامات أيا كانت، أي قاعدة، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، تبين لي هذه المبادئ العامة وتبين لي أو تفسر لي لماذا علي أن أسلك سلوكا ما أو أتجنب سلوكا ما، وماذا يحدث إذا التزمت به، وماذا يحدث إذا لم ألتزم به. فهي تفسيرية تبين لي إذن أو توضح لي الواجبات الأخلاقية. هذه الأخلاق النظرية كما يقول لنا الدكتور عادل عوا لها اتجاهات. من أين تصدر هذه الالتزامات؟ من أين تصدر هذه الالتزامات النظرية؟ الاتجاه الأول يقول أنه اتجاه تجريبي، أي تحديد القيم الأخلاقية يتبع التجربة كالحياة الاجتماعية. بمعنى أن كل مجتمع وفقا لنمط تجربته الحياتية سيضع أخلاقه النظرية ويحدد ماهية القيم المطلوبة منه حسب طبيعة التجربة الأخلاقية. فنلاحظ أن المجتمعات تختلف في مبادئها النظرية. لماذا؟ لأن تجاربها الحياتية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن حقبة زمنية إلى أخرى. كل حقبة زمنية لها مبادئها النظرية التي تحكم السلوكات بعد. وبالتالي طبيعة التجربة الحياتية أو الاجتماعية هي التي تحدد ماهية الالتزامات النظرية أو الأخلاق النظرية. الاتجاه الآخر يقول لا، أن المصدر هذه الأخلاق النظرية هو العقل. العقل يمتلك قدرة على أن يصدر أوامر أو يوضح ما هو الخير وما هو الشر وإلى ما هنالك. يرى أن الإنسان يولد مزود بقدرة على معرفة الخير. الإنسان ككائن عاقل يمتلك تلك القدرة بدون تجربة وبدون أي شيء. لماذا إذن يرى الاتجاه العقلي أن الإنسان
يولد مزود بقدرة على معرفة الخير لأنه مزود بالعقل، والعقل هو ملكة الحكم على الخير والشر. هنا هذا الكلام يقترب من كلام كانت يا شاطري. إذن الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي، يرى أن الإنسان يولد بمزود بقدرة على معرفة الخير. لماذا علل ذلك؟ لأنه مزود بالعقل، والعقل هو ملكة الحكم على الخير والشر. أمامي موقف، أمامي ظاهرة، أنا عقلي هو يحكم أنها خير وأنها شر بدون تجربة. بعد ذلك الاتجاه الثالث هو الاتجاه العقلي الاختباري أو العقلي التجريبي كما يرى بول فولكيه، أي أن الإنسان يقوم بتجربة ولكن هذه التجربة ستكون عقلية، أي أنه يجمع بين الاتجاه التجريبي والاتجاه العقلي. الاتجاه التجريبي أعطى مصدر الالتزامات أو مصدر الأخلاق النظرية هي الحياة العملية أو التطبيقية أو التجربة. الاتجاه العقلي، العقل وحده هو الذي يقرر ما هو خير وما هو شر، بينما بول فولكيه يرى بأن هناك تجربة ولكن لتحديد الخير والشر، ولكن هذه التجربة في الأصل هي تجربة عقلية كما يقول هذا البول فولكيه. إذن ما هي اتجاهات الأخلاق النظرية؟ من يعيد لنا اتجاهات الأخلاق النظرية؟ تفضلي. إن اتجاهات الأخلاق النظرية ثلاث: الاتجاه التجريبي، تحديد القيم الأخلاقية يتبع التجربة مثل الحياة الاجتماعية، والاتجاه العقلي يرى إن الإنسان يولد مزود بقدرة على معرفة الخير. علل: لأنه مزودا بالعقل، والعقل هو ملكة الحكم على الخير والشر. الاتجاه العقلي الاختباري بول فولكيه. يعطيك العافية، أحسنتي. هذه الأخلاق النظرية هي التي تؤسس للتطبيق، وهنا بعد أن أفهم لماذا علي أن أقوم وفسرت لي هذه الواقعة الأخلاقية أبدأ بالتطبيق. إذا كنت قد اقتنعت بهذا الفعل سأبدأ بتطبيقه بما يعرف بالأخلاق العملية، وهي أخلاق جزئية. لماذا نقول أخلاق جزئية؟ لأن كل مجتمع له نظرته الخاصة، المبدأ العام واحد، ولكن آليات التطبيق تختلف من مجتمع إلى آخر. كل مجتمع قد يضع له يعني مبادئ معينة، هذه المبادئ قد تكون عند مجتمع خير ولكن ينظر لها مجتمع آخر على أنها شر، ستختلف. فإذا لكن الكل يتكلم بمبدأ نظري عام، لكن آليات التطبيق ستكون مختلفة من مجتمع إلى آخر، لذلك تسمى بالأخلاق الجزئية. هذه الأخلاق تسعى لتحديد الخير والوسائل التي نحقق بها تلك الغاية المنشودة. إذا تسعى لتحديد الخير والوسائل التي تتحقق بها تلك الغاية المنشودة للأخلاق العامة، وهي أخلاق فردية. هلا المبدأ العام الكل يتغنى به، ولكن في آليات التطبيق ليس الكل. عندما نقول لا تسرق الكل يقول لا تسرق، لكن على أرض الواقع قد نجد أخلاق أشخاص يعني يسرقون، وبالتالي نقول إذن هي أخلاق فردية يطبقها البعض ولا يطبقها البعض الآخر، بينما الأخلاق النظرية الكل يتغنى بها. إذن الأخلاق العملية تسعى أو عفوا تسمى بالأخلاق الجزئية لأنها تختلف من مجتمع إلى آخر، وتسعى لتحديد الخير والوسائل التي تحقق بها تلك الغاية المنشودة للأخلاق العامة التي هي آليات ضبط السلوك طبعا، وهي أخلاق فردية كما يقول لنا. هي لا تسعى لتحديد الخير فقط، بل تبيان سبل تحقيقه بالواقع. هي لا تبين لنا ما هو الخير وما هو الشر فقط، بل كيف أنا أصل. لا تبين لي ما هو الإخلاص، ما هو الوفاء، بل كيف أنا أحقق هذه القيم عمليا. لأن معرفتي للخير والشر، أنا أعرف ما هو الخير وأعرف ما هو الشر، هذا لا يكفي لي أن أكون أخلاقيا، بل كيف أفعل الخير وكيف أتجنب الشر سلوكا، هكذا يكون الإنسان أخلاقي. وبالتالي نقول هي لا تسعى لتحديد الخير فقط، بل إلى تبيان سبل تحقيقه في الواقع. إذن الأخلاق العملية هي أخلاق جزئية، هذه نقطة أولى، تسعى لتحديد الخير والوسائل التي نحقق بها الغاية المنشودة للأخلاق، هي أخلاق فردية، وهي لا تحدد لنا الخير فحسب، بل سبل
لا توضح لنا الخير فقط بل سبل تحقيقه في الواقع. هي بالنسبة للأخلاق النظرية والتي هي أخلاق تفسيرية، والأخلاق العملية التي هي أخلاق جزئية تطبيقية. هل من سؤال؟ هل من استفسار؟ بعد ذلك ننتقل إلى ما يسمى بالمسؤولية الأخلاقية. الإنسان كائن أخلاقي، وبالتالي عليه مسؤولية أخلاقية. المسؤولية الأخلاقية ما هي؟ المسؤولية الأخلاقية هي التي تحيلنا إلى محكمة الوجدان، تتناول أفعالنا الإرادية الباطنية والخارجية. المسؤولية الأخلاقية هي تحاسبنا حتى على تفكيرنا، حتى على نوايانا وإن لم نقم بها. مجرد أن كانت نيتي أن أقوم بعمل ما، على سبيل المثال عمل سيء ولا أقوم به، يحاسبني الوجدان كيف أفكر بهذه الطريقة. فإذا نقول تحيلنا إلى محكمة الوجدان، تتناول أفعالنا الإرادية الباطنية والخارجية، تتناول الأفكار والنوايا. إذن المسؤولية الأخلاقية تتناول حتى نوايانا وإن لم نقم بها. إذا كانت سيئة تحاسبنا الوجدان أو الضمير. نقول أما المسؤولية المدنية فهي مسؤولة عن أفعالنا الخارجية، أي التي يمنعها القانون. تبوا علي، عندما يفكر أحد بالسرقة ولم يسرق، تراجع، لا يحاسب مدنيا، لا يحاسبه القانون، لكن يحاسبه الوجدان كيف يفكر بالسرقة. لكن المسؤولية المدنية أو القانونية لا تحاسبنا إلا على أفعالنا التي صدرت عنا، التي كانت خارجية، لا تحاسبنا على ما يجول في داخلنا. فإذا المسؤولية المدنية تتناول أفعالنا الخارجية، أي التي يمنعها القانون. فإذا المسؤولية الأخلاقية تحيلنا إلى محكمة الوجدان، تتناول أفعالنا الباطنية والخارجية، تتناول الأفكار والنوايا. أما المسؤولية المدنية أو القانونية تتناول أفعالنا الخارجية، أي التي يمنعها القانون. قد يكون الإنسان مسؤول مدنيا ولكن غير مسؤول أخلاقيا. إذا قمنا بفعل بدون نية بدون قصد رغما عنا ولكن سبب، نحاسب قانونيا ولكن لا نحاسب وجدانيا، لأننا لم نكن نقصد الإساءة، هو حدث بخطأ بقضاء وقدر بشيء ما. نقول نحاسب قانونيا على هذا الفعل لكن لا نحاسب أخلاقيا، لأننا لم نقصد الإساءة ولكن حدث وحدثت هذه الإساءة بدون قصدنا، نحاسب على ذلك قانونا لكن لا نحاسب على ذلك وجدانيا لأنه حدث بدون قصد أو نية منا. إذن هي بالنسبة للمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية المدنية، أو أحيانا نسميها المسؤولية القانونية. هذه المسؤولية الأخلاقية، عفوا المسؤولية بشكلها العام، لها شروط. أولا من شروط المسؤولية أن يكون من تقع عليه المسؤولية إنسانا. علل، لأن الحيوانات والنباتات غير مسؤولة عما تسببه من أحداث. نقول المسؤولية لا إلا على الإنسان. وبالتالي لأنه إذا نعود هنا بذاكرتنا إلى العنف، ونذكر أننا قلنا أن العنف الصادر عن النباتات والطبيعة يسمى عنف مجازي، هكذا قلنا عنه، لأنه غير صادر عن قصد أو نية. وهذا ما يحدث في المسؤولية، أن الشرط الأول لها أن يكون الشخص المسؤول إنسانا. لماذا؟ لأن الحيوانات والنباتات غير مسؤولة عما تسببه من أحداث. عندما تسقط شجرة وتؤذي أحدهم لا نحاسبها، لأن هذا الفعل أو الشجرة لا يقع عليها المسؤولية. ثانيا أن يكون حيا. علل أيضا، لماذا؟ لأن المسؤولية الجنائية تسقط بموت المتهم. بمجرد أن مرتكب الخطأ أو الجرم توفي تسقط المسؤولية الجنائية عنه مباشرة. ثلاثة أن يكون عاقلا. علل، المجنون غير مسؤول عن أفعاله. المجنون غير مسؤول عن أفعاله.
أربعة، أن يبلغ سنا معينة، وعادة تحدد بسن البلوغ، عادة تحدد، وبالتالي الأطفال لا يحاسبون على أفعالهم لأنهم لم يبلغوا سن البلوغ. خامسا، أن يكون فردا شخصا، المسؤولية الجنائية تقع على فرد وليس على هيئة، أي على أسرة. إذا ارتكب أحد خطأ ما، المسؤولية تقع على هذا الشخص وليس على أسرته كلها، أسرته تتابع حياتها وهو فقط يحاسب على هذا الفعل. إذن ما هي شروط المسؤولية؟ أولا، أن يكون إنسانا، لأن الحيوانات والنباتات غير مسؤولة. اثنين، أن يكون حيا، لأن المسؤولية الجنائية تسقط بموت المتهم. أن يكون عاقلا، لأن المجنون غير مسؤول عن أفعاله. أن يبلغ سنا معينة، أن يكون فردا شخصا. هذه الفكرة قد تأتينا على شكل خريطة ذهنية، خريطة مفاهيمية. صمم خريطة ذهنية أو صمم خريطة مفاهيمية أوضح فيها شروط المسؤولية. ننتبه على هذه الفكرة. بعد ذلك نبحث بالوجدان. ما هو الوجدان؟ اتفقنا أن المسؤولية الأخلاقية تحيلنا إلى محكمة الوجدان. ما هو الوجدان؟ الوجدان أو الضمير ملكة، قدرة تنطوي على مبادئ عقلية وغير عقلية توجه سلوكنا. ليس دائما توجهات الوجدان تكون عقلانية، أحيانا نتجاوز العقل، وبالتالي ملكة تنطوي على مبادئ عقلية وغير عقلية توجه سلوكنا. الوجدان هو صوت الطبيعة. عندما يخطئ الإنسان يلاحظ أنه عندما يجلس مع نفسه هناك صوت يناديه أنك أخطأ، أنك أسأت، هناك من يحاسبه داخليا. هذا الصوت هو صوت الطبيعة، هو صوت الوجدان الذي يحاسبنا، وهو غير معصوم عن الخطأ. أحيانا أحكامنا الوجدانية تكون خطأ، وبالتالي صح أو خطأ كسؤال، الوجدان معصوم عن الخطأ، صح أو خطأ؟ نقول الإجابة خاطئة، الوجدان غير معصوم عن الخطأ، أحيانا يعني يذهب بنا إلى سلوك قد يكون خاطئا. إذا ما هو الوجدان؟ ملكة تنطوي على مبادئ عقلية وغير عقلية توجه سلوكنا. الوجدان قد يكون صوت الطبيعة لكنه غير معصوم عن الخطأ. هل من تساؤل حول الوجدان؟ من يوضح لنا ما هو الوجدان؟ من يوضح لنا ما هو الوجدان؟ تفضلي. هو ملكة تنطوي على مبادئ عقلية وغير عقلية توجه سلوكنا. الوجدان قد يكون صوت الطبيعة لكنه غير معصوم عن الخطأ. أحسنت. بعد ذلك نتابع بالواجب. الواجب كان قد تحدث عنه سابقا فيلسوف مر معنا سابقا، عندما قال لنا افعل الواجب من أجل الواجب. كذلك دكتور عادل عوا تحدث لنا عن الواجب. هذا الواجب، لماذا علي أن أساعد الآخرين؟ لماذا علي أن أتجنب؟ لماذا علي أن لا أكذب؟ لماذا علي أن، إذن هذه الواجبات ما هي وما مصدرها؟ الواجب مفهوم أخلاقي صارم شديد يخلص أن يأتي من امتزاج الخير والشر في الواقع إلى ترجيح إرادة الخير. إذن الواجب مفهوم أخلاقي صارم يأتي من امتزاج الخير والشر إلى في الواقع إلى ترجيح إرادة الخير. ما مصدر أو اتجاهات هذا الواجب؟ أولا، اتجاهات الواجب أولها الاتجاه التجريبي. يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الواجب صادر عن اهتمام حسي قائم على تصعيد الخوف والنفور من كل ما يسبب العقوبة. بمعنى الشخص الذي يقوم بخطأ ما ثم يعاقب عليه فيصبح لديه خوف من أن تتكرر العقوبة فيتجنب كل سلوك قد يشك أنه يسبب العقوبة. ولكن هذا الإلزام أو هذا الواجب غير كامل، لأنه الآن لا يقوم بأفعال سيئة نتيجة الخوف من العقوبة، فإذا ما زال هذا الخوف قد يعود إلى سلوكه الخاطئ، قد يعود إلى سلوكه الخاطئ. يعني هو لا يلتزم اقتناعا،
يلتزم خوفا، وبالتالي متى ما زال هذا الخوف أو يعني توضح له أنه الآن في أمان من مصدر هذا الخوف، قد يعود إلى سلوكه القديم. فإذا الاتجاه التجريبي، لماذا قلنا عنه اتجاه تجريبي؟ لأن الشخص جرب، وقع بتجربة ما، سلك سلوكا خاطئا فتعرض لعقوبة، هذه العقوبة شكلت لديه حالة من الرهاب الداخلي، من النفور الغريزي من كل ما يسبب العقوبة. إذن الاتجاه التجريبي يرى أن الواجب صادر عن اهتمام حسي قائم على تصعيد الخوف والنفور من كل ما يسبب العقوبة. فإذا شخص سرق فتعرض للعقوبة، فبدأ بعد أن أنهى عقوبته بدأ يخاف من كل ما يسبب العقوبة ويتجنبه، لكن في يوم من الأيام بعد فترة نسي حالة الخوف هذه وشعر أنه في مكان قد لا يراه فيه أحد، قد يعود مرة إلى سلوك، وبالتالي يعني هنا العقاب أو الجزاء غير كافي، الجزاء غير كافي للواجب. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العقلي، يرى أن الواجب حصيلة تصور نظام عقلي يبدو تحقيقه أمر ضروري للحفاظ على كيان الإنسان بوصفه كائن عاقل، وفعل العكس هو انحطاط لمرتبة الغريزة. تبوا عليه. هنا أصحاب هذا الاتجاه العقلي، أصحاب هذا الاتجاه العقلي ومنهم كانت، يقول بأن الإنسان عقله يعطيه أوامر عقلانية أخلاقية تأمره بأن يفعل ويتجنب. هذه الأوامر والنواهي هي أوامر ونواهي عقلية، والإنسان بطبيعته كائن عاقل وبالتالي عليه أن يلتزم بها. إذن عدم التزام الإنسان بالأوامر العقلية، بالأوامر الأخلاقية أو الأوامر الأخلاقية، هو عدم الالتزام بالأوامر العقلية. إذن الإنسان هنا ينحط لمرتبة الغريزة، ينحط لمرتبة الغريزة، لأن الأوامر الأخلاقية هي أوامر عقلية، وما يميز الإنسان العقل. مخالفة الإنسان للأوامر الأخلاقية هي مخالفة للأوامر العقلية، وبالتالي خروجه عن طبيعته الجوهرية الأساسية أنه كائن عاقل، وهنا ينحط إلى مرتبة الغريزة، هنا ينحط إلى مرتبة الغريزة، وهذه لا تناسب طبيعة الإنسان العاقل. إذن وازن بين الاتجاه التجريبي والاتجاه العقلي. الاتجاه التجريبي يرى أن الواجب صادر عن اهتمام حسي قائم على تصعيد الخوف والنفور من كل ما يسبب العقوبة. الاتجاه العقلي حصيلة تصور نظام عقلي يبدو تحقيقه أمر ضروري للحفاظ على كيان الإنسان بوصفه كائن عاقل، وفعل العكس هو انحطاط لمرتبة الغريزة. بمعنى أن العقل، الإنسان يولد مزودا بعقله بتلك الواجبات بحكم أنه كائن عقل. هي بالنسبة للواجب كما يراه الدكتور عادل عوا. بعد ذلك نتحدث عن في فقرتنا الأخيرة عن قيمة فلسفة عادل العوا. الدكتور عادل عوا بذل جهودا لإقامة علم مستقل للأخلاق، أراد أن يكون الأخلاق علما مستقلا. بعد ذلك قدم نظرية متكاملة في الأخلاق عالجت مختلف المعاني الأخلاقية، بحث بكل معاني الأخلاق، بحث بالخير بالشر بكل المعاني الأخلاقية، وقدم لنا نظاما أخلاقيا واضحا يعني في الفكر العربي المعاصر. بعد ذلك قارب بين الجانب النظري والجانب العملي للأخلاق عندما شرح لنا الأخلاق النظرية والأخلاق العملية. إذن قيمة فلسفة عادل العوا، بذل جهودا لإقامة علم مستقل للأخلاق، قدم نظرية متكاملة في الأخلاق عالجت مختلف المعاني الأخلاقية، قارب بين الجانب النظري والجانب العملي للأخلاق. هل من تساؤل حول قيمة فلسفة عادل العوا؟ من يعيد لنا ما هي قيمة فلسفة عادل العوا؟ تفضلي. بذل جهودا لإقامة علم مستقل للأخلاق، قدم نظرية متكاملة في الأخلاق عالجت مختلف المعاني الأخلاقية، قارب بين الجانب النظري والجانب العملي للأخلاق. أحسنت. إذا هنا نكون قد أوجزنا بشكل
كامل فلسفة ومختصر فلسفة الدكتور عادل العوا. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله.